السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا هاي المرة موضوع شوي يعني غريب. تخيل لو عندك خلينا نسمي OS، يعني Operating System، كل أشيائك، يعني أنت مثلا بدك فايروول بخدم لك فايروول، بدك دومين كنترولر، بدك علشان مثلا تعمل مانجمنت لمجموعة كبيرة من الويندوز، أجهزة الويندوز ما في مشكلة معهم، أجهزة لينوكس ما في مشكلة، بدك ويب سيرفر كمان بيعمل لك ويب سيرفينج، دي ان اس فايروول، ايش كمان مثلا FTP عادي، اذا بتحب تعمل FTP عشان تعمل الامور هاي، فايل شيرينج مثلا، ايش كمان، كل شيء بيخطر على بالك بموضوع، يعني مش يعني كل شيء، لكن خلينا نحكي مستحيل لانه كل شيء، 99% من الامور اللي انت بتخطر على بالك فهي موجودة عندك بكلير او اس. خلينا ندخل على كلير او اس. لو دخلت على جوجل وحكيت له، هو من هون لانه انت فايرفوكس بتعرف كلير او اس، خلينا نلقي نظرة على كلير او اس. طيب بحثنا داخل جوجل، اعطانا طبعا كلير او اس، طبعا تعرفوا كلير او اس، بي اف سينس، زينتال، كلياتهم تقريبا متشابهات. فلو دخلت على كلير او اس اللي هو مين ويب سايت، فهو بحكي لك كلير او اس هو السيرفر تبعك، هو نتورك مانجمنت تبعك، هو الجيت واي، هو الفاير وول، هو يعني تقريبا يعني ما خلوش اشي الا حطوا بكلير او اس. في عندك كوميونيتي، في عندك برودكتس، ريسورسز الى اخره. فخلينا بس اذا بتحب تلقي نظرة على ايش هو كلير او اس. كلير او اس مجموعة انتروجين ديتكشن، بيشتغل انتروجين بريفنشن، يعني اي دي اس، اي بي اس، باندويث مانجمنت، في حيث انك انت مثلا لهاي النتورك تعطيها مثلا تعطيها ليمت معين، لهذا الاي بي ادرس تعطيه ليمت معين، فما في مشكلة. باندويث مانجمنت، كونتنت فلتر، يعني لو انت مثلا في جامعة، في مدرسة، في الشغل، حاب تحجب اشياء، حاب تمنع اشياء، تخصص باندويث لاشياء كمان تقدر عن طريق كلير او اس. ميل سيرفر ما في مشكلة، طبعا في اشياء كثيرة، لكن يعني ميل سيرفر، ويب سيرفر، دي ان اس سيرفر، اف تي بي سيرفر، تي اف تي بي سيرفر، كل شيء بتقدر يعني تقريبا تعمله، مش اشي. طبعا كلير او اس مبني على سنت او اس او على سنتوس، يعني ريد هات يعني بالعربي، من تحت، بينما زينتال من تحت ديبيان او اللي هو بتعرفوا انتو اوبنتو. طبعا هو بحكي لك هون شو لازم تعمل، يور سيرفر ويب مانجد، يعني انت تقريبا كل شيء انت بتقدر تعمله بالبي اف سينس بتقدر تعمله بكلير او اس. اول شيء بدك تعمل داونلود، تعمل داونلود، انستول، سيلكت، ريجستر، بعدين تعمل كونفيجريشن. طبعا في شغلة هون، يعني انا بس بنزل كلير او اس بعدين، يعني هاي داونلود، خلينا نيجي على الداونلود. فهون بحكي لك طبعا في عندك خيارين اللي هو كلير او اس كوميونيتي وكلير او اس اللي هو العادي. فمثلا طبعا كمان
يجي مع كلير او اس، هي عبارة عن يعني كومباني كاملة. طبعا انتو شايفين في عندك كلير او اس بوكس 100، كلير او اس 300، طبعا بيعتمد على حجم ال يعني الاي تي انفراستراكشر، يعني البنية التحتية تبعتك للاي تي، وقديش انت معك مصاري، قديش بتحب. وكمان بتقدر تطلب كلير او اس فيرتشوال ماشين، او انت اذا في عندك اي تي، مجموعة اي تي، طاقم اي تي، بيقدروا هم يعملوا كونفيجريشن ل هاي. احنا الفيرتشوال ماشين اللي راح نبنيها فيرتشوال ماشين بسيطة جدا. شايفين انتو هون عندكم كوميونيتي، في عندكم هاي، لكن انا حبيت اعمل عن الكلير او اس، لانه صراحة كلير او اس بعطيك خيار ل 32 بت، بينما زينتال بحكي لك اخر اصدار 32 بت كان 3.5، يعني 3.5، بينما كل باقي 4 وفوق كلياته عبارة عن 64 بت، بينما زينتال بعطيك اللي هو 32 بت. بتقدر تعمل كمان، شايفين بروفيشنال، يعني شايفين تقدر تعمل تست، يعني تجرب البروفيشنال، شايفينه هون. وفي عندك الكوميونيتي بروفيشنال اللي هو يعني اللي برعى الشركة او اللي بتقدم مصاري عشان تحصل عليه، بينما هو عادي بتقدر تستخدم كوميونيتي، وبتقدر تعمل كونتريبيوشن، يعني بتقدر تتبرع بس للشركة، تستخدم الكوميونيتي وتستخدم كل يعني منتجاتهم. في دوكيومنتيشن لستة، احنا طبعا راح نكون شغالين على ستة، فعشان هيك اذا حبيت تلقي نظرة على الدوكيومنتيشن تبعتهم. طبعا كلير او اس هو كمان انتو بتذكروا ومش راح ننسى كلير او اس وكله والبي اف سنس. طبعا انا شغال حاليا على اي بي فيرجن 6 سيريز، ففي نهاية السيريز راح نجرب نعمل اي بي فيرجن 6 بي اف سنس. انتو بتعرفوا البي اف سنس، فما بعرف، فرصة الواحد يعني يفوت ويشيك على الـ IP version 6 على مش على community. طيب مش راح هسا ابحث عن الـ عن هذا الموضوع. How to best practices current أتوقع هذا هو اللي أنتوا راح تحتاجوه، اللي هو clear OS 6 community، مش professional، هاي community شايفين، بينما هذا professional. أنتوا لازم تدخلوا عليه وتفرجوا إذا بتحبوا تعملوا يعني تفرجوا على أي شيء. كمان في عندك software defined network، طبعا هاي موضوع ثاني، لكن تخيل انه بغض النظر ايش الراوتر او الفاير وول موجود عندك، كلها تتحكم فيه عن طريق سوفت وير واحد، برنامج واحد او انترفيس واحد، تتحكم بكل شيء، جونيبر، سيسكو، اتش بي، ايش ما كان، سيرفرات، راوترات. فسوفت وير ديفايند نتورك هي اللي راح تحدد كل هذا الشيء. يعني انت هون مبدئيا بس بدك تعمل داونلود، انا ورجيتك انه انت عمل داونلود، فبس هاي هي اول نقطة لازم تعملها. لكن خلينا نلقي نظرة هون على الكوميونيتي. وبحكي عن كيف تعمل ريد سبورت. طبعا احنا حكينا ريد سبورت اللي دخل بالستورج، ريد في له ثلاث اقسام، ريد 0 ريد 1 وريد ريد 0 وريد 1 وريد 5. طبعا اودرا الريد 0 هو اللي بيكون عندك، مثلا لو كان عندك قسمين
للستورج للتخزين تبعك، فبيعمل كوبي ميرور، بينما الريد 1 بيعمل عملية باريتي، الريد 5 بيعمل باريتي وبيعمل ميرور بنفس الوقت بطريقة يعني معقدة، لكن هاي مختصرها. ستريبينج ميرورينج ستريبينج اند باريتي، هاي شايفين ستريب، هاي حاطين ستريبينج ميرورينج وستريبينج ميرورينج. في ريد 6 ما صراحة ما عنديش فكرة عنه نهائيا، لكن هاي خلينا نعمل له لايك عشان نرجع له بعدين. دايناميك دي ان اس، دايناميك في بي ان الى اخره. راح نتعمق فيه، وراح كمان يعني نرجع للبي اف سنس بين لحظة واخرى، لكن هاي داونلودت وبعدين بتفوت بتعمل داونلود لكليروس. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.